أكثر أخطاء، أخطاء رهيبة روك جونيور في مباراة اليوم، أخطاء بالجملة من روك جونيور. وروبرتو كارلوس نجم ريال مدريد الأسباني، طبعا ريال مدريد الأسباني هذا الموسم خرج بخفي حنين بدون أي بطولات وبدون أي إنجازات، خروجه من دور خروجه من دور الثمانية، خروجه من دور 16 أمام اليوفنتوس. كرة على الناحية الشمال الآن، ممكن تمرير ولكن تمريرة خاطئة، تعود تنقطع وفي خطأ، خطأ يحتسب حكم مباراة السيد جوستافو مينديز ضد هذا اللاعب اللي هو زيربرتو نجم بايرن ميونخ الالماني. نجوم تلعب في اعظم الانديه العالميه. كره مع كولوتشيني، ديبورتيفو لاكارونا، هرنان كريسبو ميلان الايطالي، روبرتو كارلوس ريال مدريد بمشاركه سافيولا موناكو الفرنسي، روك جونيور باير ليفركوزن، والى خارج الملعب ضربة مرمى. وكارلوس البرتو بيريرا والحيرة على وجهه، وصدت الكرة، الكرة مع ديدا، ديدا الكرة الطويلة، 10 دقائق من زمن الشوط الثاني والمنتخب البرازيلي بلا حول ولا قوة. تمريرة طويلة، ديلغادو، ديلغادو وتصطد إلى رمية تماس لصالح المنتخب البرازيلي. السرعة مطلوبة من المنتخب البرازيلي ولكن المنتخب الأرجنتيني متمترس دفاعيا، يضع المتاريس أمام المنتخب البرازيلي. ورونالدينيو مبالغاته، رونالدينو في هذه المباراة يبالغ كثيرا في المراوغة ويلعب الكرة البطيئة والتمريرات العرضية فقط، رغم حاجة فريقه لجهوده. وفيها انذار، نعم هناك انذار، انذار هو السادس في المباراة لهنزة، انذار لهنزة. شوف التدخل القوي من هنزة، ها قوي قوي جدا التدخل ضد اخوان، وتدخل يستحق الانذار. روبرتو كارلوس كرة الان مع كاكا، كاكا زيربرتو اميرسون، جميلة ولكن تعود مرة ثانية اغلاق المنافذ من المنتخب الارجنتيني. زيربرتو، 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 تعود كافو، كافو طويلة، طويلة ممكن الآن، وروبرتو كارلوس، و والمرمى فاضي، وتسديد، وإلى الآن والله أخطر فرصة في شوط المباراة الثاني. تعود مرة ثانية روبرتو كارلوس، حلوة كاكا وتسديدة، الله على يسار أبوان دنزيل، كاكا افضل لاعب في المنتخب البرازيلي في مباراة اليوم. روبرتو كارلوس صحة في الاونة الاخيرة في الشوط الثاني. شوف التمريرة الخطرة، شوف رونالدينو والتسديدة الضعيفة، شوف التردد، وطبعا الكثرة العددية للمنتخب الارجنتيني. أبوان دنزيري على تنفيذ ضربة المرمى، تنقطع رأسية، تعود مرة ثانية كيلي غونزاليس، سورين، سورين، ريكيلمي، سورين، ريكيلمي، يا سلام. شوف المنتخب الأرجنتيني لما يتناقل يختلف كليا عن المنتخب البرازيلي، عندما يلمس لاعبو المنتخب الأرجنتيني الكرة فإنك تستمتع وتشتم رائحة الخطورة. كاكا، كاكا احد افضل لاعبي البرازيل وافضلهم على الاطلاق في مباراة اليوم،
أدريانو الغائب الحاضر وربما أوليفيرا البديل لاعب ريال بيتيس وأحد هدافي الدوري الأسباني هذا الموسم، ربما سيكون جاهزا للدخول مكان أدريانو. كرة لرونالدينو، رونالدينو وتمريرة خاطئة من رونالدينو، خاطئة جدا. رونالدينو اليوم ليس في حالته الطبيعية. كرة تعود لرونالدينو، رونالدينو الآن، رونالدينو وخاطئة أيضا، تعود مرة ثانية، كافو يسدد وتسديد وتسديدة ضعيفة من روبينيو. روبينيو كان في الإمكان أفضل مما كان يا روبينيو. كرة على قدمك، شوف التسديدة، تسديدة وكان في الإمكان بدون مضايقة، ولكن تسديد جاءت ضعيفة. كرة حلوة كريسبو، يا سلام وروبرتو، الله كاد روبرتو كارلوس أن يضعها في شباك فريقه. روبرتو كارلوس كاد أن يضعها في شباك فريقه، شوف كاد أن يضعها، شوف إرجاع خاطئ، إرجاع خاطئ من روبرتو كارلوس. هذا هو كافو وكريسبو زملاء في اي سي ميلان، والرسي يا الله، وركنية ايضا، ركنية ايضا. والروح الرياضية نشاهدها في شوط المباراة الثاني افضل من شوط المباراة الاول، حيث كانت الاحتكاكات والالتحامات على اي كرة، والعرضية الرأسية تعود، ممكن الان السرعة، السرعة مطلوبة. كاكا يتركها، يا سلام حلوة لروبرتو كارلوس بشكل جميل، الدخول الآن ممكن، ممكن التسديد، ممكن وممكن التسديد، وتسديدة طايشة من أدريانو، تسديدة طايشة. شوف دخول الآن ريناتو، ريناتو، ريناتو الآن يدخل نجم أشبيليا الأسباني ريناتو. شوف التسديدة الضعيفة من أدريانو، كنا نتوقع أفضل. إدخال ريناتو وإخراج روبينيو، تبديل لإغلاق خط الوسط وتعزيز وتكثيف خط الوسط. ريناتو مكان روبينيو، ورونالدينو يحاول وتنقطع من رونالدينو، وبينه وبين هنزل يعيدها لبندنزيري، يلعبها طويله بندنزيري الى خارج الملعب، رميه تماس تعود لكاكا، كاكا يلعبها لكافو، يمر كافو، يا سلام. وحكم المباراه ماتشيرانو، ماتشيرانو يستخلصها لاخوان، اخوان يلعبها، وحكم المباراه يشير الى رميه تماس، هذا التماس لكافو، كافو زيربرتو، زيربرتو ممكن الآن لكاكا، ريناتو حلوة متناقلة، ممكن روبرتو كارلوس، روبرتو كارلوس وعرضي خطير، الله البرازيل أفضل، البرازيل أفضل في شوط المباراة الثاني، البرازيل تضع الأرجنتين في موقف محرج، ولكن التقدم بثلاث أهداف تقدم مريح للمنتخب الأرجنتيني. تبديل يراه الكثيرون ربما تبديل دفاعي من كارلوس ألبرتو، ولكن له وجهة نظر بإمساك خط الوسط، ومن يستطع الإمساك بخط الوسط فإنه يكون هو المسيطر وهو الممسك بزمام المباراة. إيميرسون نجم يوفنتوس الإيطالي، زيربرتو بايرن ميونخ، طويلة حلوة ولكن طويلة، ورونالدينو يطلب الكرة على الأرض، رونالدينو لم يفعل أي شيء في المباراة إلى الآن،
لا تسديده ولا تمريره ولا تهديفه ابدا رونالدينو، وكأن يتفرج على اكتساح المنتخب الارجنتيني في مباراة اليوم. وتعود تبعد حلوة في نص الملعب منتخب الارجنتيني الان، سورين سورين مع ريناتو ريناتو وريناتو يقول ما عمل شيء ريناتو. بينما الخطأ نشاهده مرة ثانية، خطأ واضح ودفع وخطأ لصالح اخوان بابلو سورين. تغيير لعب لكولتشيني بشكل جميل، احد افضل المدافعين الصاعدين في العالم فابريسيو كولتشيني، ولعب مع ميلان الايطالي، لعب مع عدة فرق، اتلتيكو مدريد وايضا الان مع ديبورتيفو لاكارونا. إيمرسون إيمرسون وإلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية تماس للمنتخب البرازيلي روبرتو كارلوس.